خلينا نبتدي ونقول ان احنا النهارده هنتكلم عن الديجيتال ماركتنج بلان، ودي في الميت اب اللي هو 101. الحمد لله السنه دي خلصنا 100 ميت اب من 2018 لحد النهارده، وده الميت اب 101. الميت ابس الجايه هتكون ان شاء الله حاجات مميزه جدا، حاجات سبيسيفيك وحاجات محدده وحاجات من جوه الشغل بتاعنا، وكمان هتبقى حاجات مختلفة وهيبقى فيها تاسكس والأمور هتبقى أحسن من قبل كده كمان، وفي أبديت كتير بإذن الله نقول لكم عليها، علشان الناس اللي لو ما حضرتش معانا قبل كده أو ما أول مرة تكون معانا، المفروض إن إحنا بنشرح التوبيك أو بنتكلم في التوبيك بناخد فيه الأمور اللي محتاج أوصلها لكم بشكل أساسي، والجزء اللي بعد كده بنفتح المايك ونبتدي بقى ندسكاس الكلام اللي احنا قلناه كله، او الامور اللي انت خدت فيها نوتس والامور اللي انا شرحتها، وكمان لو عندك اي سؤال، وفي الجزء الاخير بي لو في اي اسئله بشكل عام في الماركتنج بشكل كبير ايا كانت، حتى لو ملهاش دعوه بالتوبيك بتاع الميت اب ده. تمام، معاك برضو المسج مفتوحه لو انت حبيت تبعت اي سؤال في النص في حاجه معينه، لو قدرت اجاوبك عليه او انا شفت ان هو مناسب ان انا اقدر اجاوبك عليه دلوقتي تمام، لو انا هجاوب عليه قدام في اصلا في من ضمن الكلام هتلاقيني بجاوبك عليه، لو ما جاوبتش عليه يبقى اكيد انا هجاوبك عليه في الاخر، وكمان لما نفتح المايكس هتقدر ان انت تدسكاس في السؤال ده براحتك جدا. تمام، طيب خلينا كده نبتدي ونقول يعني ايه اصلا ديجيتال ماركتنج بلان، او ليه بنعملها، وايه الفروقات ما بينها وما بين اكتر من ديجيتال بلان تانية او الديجيتال ماركتنج بلانز التانية. خلينا كده نقول ان لما بنتكلم عن البلان احنا بنتكلم عن اجزاء مختلفة، الاجزاء دي بتكون ليها علاقة بالجزء اللي انت بتتكلم فيه. يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن ديجيتال ماركتنج بلان، فاحنا الموضوع بيكون مختلف تماما عن لما بنتكلم عن ديجيتال، عن لما بنكون بنتكلم عن ماركتنج بلان، غير لما بنتكلم عن سوشيال ميديا بلان. كل حاجة من دول مختلفة عن التانية بشكل كبير، كل حاجة من دول مختلفة عن الجزء اللي ممكن انت تكون بتتكلم عليه او بتشرح فيه او حابب ان انت تخش فيه. تعال كده نقول مثلا لو احنا بنتكلم في الماركتينج بلان وهي مختلفة عن الديجيتال ماركتينج بلان، اوكي، مختلفة عن السوشيال ميديا بلان. تمام، الثلاث حاجات دول كل حاجة منهم هي مختلفة عن التانية بشكل كبير، كل حاجة منهم بتتكلم في جزء مختلف عن اللي قبليه، كل حاجة منهم بتتكلم أو بتشرح جزء مختلف تماما، وجزء يعني ملوش علاقة خالص بالجزء اللي بعديه. كل حاجة منهم هي أمبريلا اللي تحتها، يعني لو انا بتكلم في الماركتنج بلان فممكن اكون حاطط جواها اجزاء من الديجيتال انا هنفذ ده ازاي، او اجزاء من السوشيال ميديا بلان، انما ما ينفعش ان انا اقول ان هعمل سوشيال ميديا بلان واروح كاتب فيها ان انا هعمل بانر او هعمل رول اب او هعمل مطبوعات او انا هنزل ايفنت وما الى ذلك، ده ما ينفعش. لو انا بتكلم عن ديجيتال ماركتنج بلان فهي بنتكلم في الحاجات اللي ليها علاقه بجوجل ادز، ليها علاقه باس اي او، ليها علاقه بيوتيوب تشانل، ليها علاقه بالاجزاء اللي ليها علاقه بالديجيتال بشكل كامل. لكن برضو مش هرجع اقول ان انا نازل ايفنت او نازل في مكان مثلا بوسز، او انا نازل اعمل ايفنت في نادي والامور دي كلها، ده ملوش علاقه، او ان انا بتكلم في البرايسنج او بتكلم في التوسعات بتاعت الشركه ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله بيكون في الماركتنج بلان. فخلينا نقول بس ان احنا لما بنشتغل على الديجيتال ماركتنج بلان غير لما بنتكلم في الماركتنج بلان غير السوشيال ميديا بلان. طيب فوق كل ده ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في بزنس بلان. تمام؟ يكون في بزنس بلان، البزنس بلان دي بتكون فيها، او بنقول مثلا هي ممكن تكون ايكوال على حسب طبعا طبيعة البزنس، يكون فيها مثلا البزنس موديل كانفاس. تمام، طيب البيزنس موديل كانفاس ده ايه؟ اللي هو مختصر،
تمام، المفيد بتاع البيزنس. البيزنس بيكون ليه 9 جوانب اساسيه، جانب منهم ليه علاقه بالاودينس، جانب ليه علاقه بالكومباتيتور، جانب ليه علاقه بالريسورسز او البروفايدرز بتوعك، جانب ليه علاقه بالجزء المادي وما الى ذلك. فانا عشان ابني الماركتنج بلان بتاعتي لازم اكون معايا الايه البيزنس بلان او البريف بتاعي بشكل كبير، ولما اجي اشتغل على الديجيتال بلان لازم يكون معايا برضو اجزاء من الايه البيزنس بلان، او اكون فاهم بمعنى ادق، او اكون فاهم بمعنى ادق ايه البيزنس ده بيتكلم في ايه بشكل اجمالي. تمام، وكمان لما هاجي اشتغل على الديجيتال بلان او السوشيال ميديا بلان لازم نبقى فاهمين ان ده بيختلف عن ده، وده جزء وده جزء. السوشيال ميديا انا بتكلم في البلاتفورم اللي هي ليها علاقه بالشات، تمام، اي بلاتفورم هي ليها علاقه بالايه الشات. تمام، لو انا بعمل شات مع اي حد مختلف عن لو انا بعمل شات مثلا على الانستجرام فدي بلاتفورم سوشيال ميديا، لو انا بعمل مثلا شات مثلا بلاتفورم زي فيسبوك هي فيها شات، فممكن ادخل اتكلم فيها فهي سوشيال ميديا، سوشيال. تمام، طيب ده دي حاجة مهمة جدا كان لازم ان انا اوضحها عشان في ناس بتختلف بتفرق ما بين الاثنين. وكمان نقيس على ده جزء الايه الاستراتيجي. تمام، لما انا اتكلم في الاستراتيجي فالاستراتيجي بتتكلم في نفس النقطة، انت بتتكلم في بيزنس استراتيجي ولا بتتكلم في الماركتنج استراتيجي ولا الديجيتال ماركتنج استراتيجي ولا السوشيال ميديا ايه استراتيجي بتاعتك. تمام، في كل حاجة من دول ليها حاجة، ولما تتكلم عن حاجة من دول تبقى انت عارف انت بتتكلم عن ايه وهتعمل فيها ايه تحديدا. ما ينفعش ان انت تعملها كده او تتكلم عنها كده وتلاقي نفسك شغال وعامل سوشيال ميديا بلان وانت حاطط لي فيها اي سي او، او انت عامل مثلا ديجيتال ماركتنج بلان وبتقول فيها والله احنا هنلعب في التسعير او هنلعب في البراندنج او هنلعب في حاجة، وده ده جزء وده جزء، يبقى انت مدخل ايه الدنيا كلها في بعضها. تمام، طيب ده دي جزء سبيسيفيك او حاجه اولانيه مهمه جدا جدا وكان لازم انوه عليها. كمان عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا ودايما بتكلم فيها او دايما بحاول ان انا اوضحها كل ما تيجي فرصه، ان لما تيجي تشتغل على الماركتنج بشكل عام في اي جزء من الماركتنج هو بيتحول لاجزاء اساسيه، جزء ليه علاقه بالاناليسز تمام، وجزء تاني ليه علاقة بالاستراتيجي تمام، وجزء كمان خلينا كده نقول جزء كمان ليه علاقة بالاكشن. تمام، وده بيخلينا نروح لحتتين اساسيتين، ان احنا الماركتنج عندنا جزء ليه علاقة بالتكنيك او خلينا نقول عليه استراتيجي تمام، وجزء تاني هنقول ان هو ليه علاقة بايه بالايه امبلمنتيشن. هقول لك انا الكلام ده كله بشكل بسيط وبشكل سلس جدا. دلوقتي احنا دلوقتي عندنا الاناليسز، تمام، لما بنيجي نتكلم عن الاناليسز فانا هعمل، تعالى نفترض الديجيتال ماركتنج بلان، اوكي، يعني كده نقول بما ان هو محورنا النهارده احنا هنعمل ديجيتال ماركتنج بلان. فلما نيجي نعمل ديجيتال ماركتنج بلان انا هعمل اناليسز وهعمل استراتيجي بناء على الارقام اللي انا طلعتها، وهعمل ايه هاخد احط عليها اكشن. الاناليسز هنا ان انا اشوف السوق واشوف العملاء، اشوف الاجزاء اللي ليها علاقه بالبوسز بتاعتهم، الادز بتاعتهم، الامور دي كلها عشان اقدر اطلع ايه ارقام ابتدي العب عليها. بعد كده بطلع في الاستراتيجي الاجزاء اللي ليها علاقه بان انا هلعب في السوق ازاي بقى، او انا هشتغل اصلا ازاي. تمام، والجزء بتاع الاكشن هنفذ ازاي بقى، تمام، هنفذ ايه الكلام ده كله ازاي. خلاص، فدي من الحاجات الايه الاساسيه المهمه جدا 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 اللي احنا ايه لازم نشتغل عليها ونفكر فيها ونبقى فاهمين بشكل كبير جدا جدا، ان انا لما باجي اشتغل لازم بشتغل على ايه الثلاث محاور دول. ان انا بشتغل على الاناليتكس عشان ابتدي اشوف انا اناليسز واطلع الارقام بتاعتي، وبعد كده بشتغل على الاستراتيجي، وبعد كده ايه بشتغل على الاكشن. تمام، طيب الجزء اللي ليه علاقه ليه قسمناه لناحيتين، ناحيه ليه علاقه بالاستراتيجي التكنيكس اللي انت بتقعد تفكر فيها والامور دي كلها، والامبلمنتيشن التنفيذ بقى انت هتنفذ ده ازاي، وكذلك طبعا في الماركتنج بلان والسوشيال ميديا
بلان. تمام. طيب تعالى كده نقول، لو احنا اتكلمنا في الاول هنا لازم نبتدي الكومباني نفسها او الشركه او البيزنس اللي جاي لي، لازم ان انا اعمل له الاناليتكس بتاعته الاول، ابتدي اشوف وضع البيزنس نفسه عامل ازاي. دي كيس حقيقيه او ده شغل حقيقي كنا عاملينه على بيزنس ليه علاقه ب اونلاين بروبرتي، او هو كان بيقدم سيرفيس ليه علاقه بالحجز للشقق وحجز ليه الايه الحجز للفنادق والامور دي كلها، بس عن طريق ايه الاونلاين. فاحنا كنا بناخد البيزنس نفسه ونبتدي نشوف البيزنس ده الوضع بتاعه عامل ازاي من كام ناحيه، من كذا جزء. اول جزء ليه علاقه بالبراندنج. البراندنج هنا انا بتكلم في الايدنتيتي، تمام، وبتكلم في الجزء اللي ليه علاقه بالجايد لاينز بتاعته، ليها علاقه بال هنقول كده ايه، زي ما بيتقال في الماركت او زي ما العميل بيجي يقول انا عايز اعمل لوجو. تمام. طب هو كبراندنج اصلا معمول له براندنج ولا لا؟ تعالى كده نشوف، لو جزء البراندنج فاحنا بنتكلم في ايدنتيتي، تمام، وبنتكلم في الجزء اللي ليه علاقه غير طبعا الايدنتيتي الاستراتيجي بتاعته. تمام. طيب الايدنتيتي هنا بنتكلم في ايه، او الجزء بتاع الايدنتيتي هنا هو معمول له لوجو، معمول له الوان، معمول له براند جايد لاين، معمول له الاظرف بتاعته، معمول له البروشورز بتاعته. طبعا مش معموله بشكل كامل، او مش معموله اقصد بيها ان هي مطبوعه وجاهزه، لا اقصد ان انت معمول له براندنج. يعني يوم ما تيجي تطلع له اي حاجه ديجيتال، لما اجي اطلع له صوره على السوشيال ميديا يبقى ليها الالوان بتاعتها الخاصه بيها، لما اجي اعمل له حاجه ليها علاقه بال حاجه ليها علاقه بالويب سايت، فاوريدي هو موجود فيه الكلام ده كله. تمام. فلازم نقيم البراندنج بتاعه، هو براندنج مظبوط ولا لا، عشان لما اجي انزل بيه في السوق ويبقى هو موجود معايا في السوق، يبقى خلاص ما دام هو موجود في السوق اقدر ان انا اشتغل عليه. ما اجيش مثلا اقول له يلا بينا هنعمل اعلانات، الاقي هو ما عندوش لوجو، الاقي الالوان بتاعته انا مش عارف انسقها، بتاع الفيجوال مش عارف يشتغل، الامور دي كلها. تمام. طيب جزء تاني ليه علاقه بالاس اي او. مبدئيا كده انت اصلا عندك ويب سايت ولا لا؟ اي بي سي كده بقت حاجه اساسيه مش حاجه مكمله، الويب سايت او اللاندنج بيج اللي انت بتشتغل عليه. لما تيجي تشتغل على لاندنج بيج، او لما تيجي تشتغل سوري على بروجكت، لازم يكون عنده ويب سايت او لاندنج بيج، لازم يكون عنده حاجه جوجل يقدر يوصل لها، لازم يكون عنده حاجه العميل لما يجي يعمل سيرش يوصل لها. فمش هنا مش هنبتدي بقى نقول انت عندك ويب سايت ولا لا، لا انت اوريدي لازم يكون عندك ويب سايت، يعني الموضوع ملوش اصلا اختيارات، انت اوريدي براند او بزنس لازم يكون عندك ويب سايت. طيب الويب سايت بقى انت عندك الاس اي او بتاعك مظبوط ولا لا؟ انت كاس اي او، ما احنا كده بقى بنتكلم كديجيتال ماركتنج، تمام، انت الاس اي او بتاعك مظبوط ولا لا؟ عندك اس اي او اصلا ولا لا؟ تمام. وهل الاس اي او بتاعك مظبوط ولا لا؟ ولو هو مظبوط الايفالويشن بتاعه كام؟ هل هو بيرسنتج بتاعته عاليه ولا لا؟ اوكي. طيب الجزء اللي بنقيمه بعد كده لنفس الشركه او نفس السيرفيس اللي احنا بنتكلم فيها، الجزء اللي ليه علاقه بالميديا برودكشن. ميديا برودكشن هنا بنتكلم في ايه؟ الميديا اللي هو طلعها قبل كده، هل انت طلعت صور قبل كده عن البراند بتاعك على السوشيال ميديا، صورت منتجات ونزلتها، اشتغلت على بوستز على السوشيال ميديا، عملت قناه او تشانل على اليوتيوب وطلعت عليها فيديو، الكلام ده كله. تمام. فهل انت طلعت اصلا الكلام ده قبل كده ولا لا؟ لو انت طلعته فالايفالويشن بتاعه ايه؟ لو انت ما طلعتوش فاوريدي انت اللي انت خرجته ده هل هو صح ولا لا؟ وهل هو مناسب اصلا ولا لا؟ تمام. طيب الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالكونتنت ماركتنج. الكونتنت ماركتنج هنا مش بتكلم على السوشيال ميديا بس بتاعته اللي بينزل عليها البوستس، بتكلم على السوشيال ميديا، الويب سايت لو هو بينزل سيرفيس او برودكت على الويب سايت، الديسكريبشن بتاعه مظبوط ولا لا ككونتنت، الاجزاء دي كلها مهمه جدا جدا. هل انت اصلا اشتغلت على الامور دي ولا لا؟ هل انت بدات تخش في الاجزاء دي وتشتغل عليها ولا لا؟ فده جزء مهم جدا جدا وحاجه اساسيه لازم انت تشتغل عليها، وحاجه مهمه جدا لازم تكون انت واخد بالك منها وتعمل له اناليتكس. هو بقى طب هنعمل اناليتكس للكونتنت ازاي؟ ده موضوع كبير جدا، موضوع تاني، بس خلينا نقول ان هو انت لازم تشوف الانتراكشنز اللي على الجزء ده عامل ازاي، هل في اصلا انجيجمنت ولا لا. تمام. والجزء اللي ليه علاقه بالسبيلنج، هل هو سبيلنج كاتب صح؟ هل هو كاتب انفورميشن صح؟ هل هو بيتكلم بفويس تون صح ولا لا؟ تمام. وبعد كده جزء الميديا بينج، هل هو عمل اعلانات قبل كده ولا لا؟ او لو عمل اعلانات الريزلت بتاعتها ايه؟ لو ما عملش اعلانات يبقى هو اوريدي لسه 0% في الجزء ده.
خلاص الاجزاء دي كلها بتضم كل حاجه في الديجيتال ماركتنج، اي حاجه في الديجيتال ماركت هتلاقيها جوه الاطار ده. في الديجيتال ماركتنج انت لازم تشتغل ميديا بينج، لازم تشتغل اس اي، لازم تشتغل كونتنت ماركتنج، لازم تشتغل ميديا برودكشن، لازم تشتغل براندنج. يعني الاجزاء دي شامله بشكل كبير جزء اي براند لازم يكون عنده الاجزاء دي، تمام؟ لازم يكون عنده الايه الاجزاء دي. فما ينفعش ان انا اشتغل على الديجيتال ماركتنج والاجزاء دي انا مسقطها، او الاجزاء دي انا بالنسبه لي وقع مني، او انا مش شغال عليها، او مش حاططها في الحسبان بشكل كبير. فخليك لما تيجي تشتغل على جزء في الديجيتال ماركتنج لازم ايه تفكر في الاجزاء دي بشكل كبير. طيب خلينا نقول بعد كده انا خلاص طلعت الاجزاء دي وبدات اشتغل عليها، وبدات ان انا اشوف الايه الاجزاء بتاعته، ومن خلال اللينكس والامور دي كلها بدات اطلع ايه البرسنتس بتاعته. عشان لما ايه الفايده من الكلام ده؟ ان انا لما احقق نتيجه معينه للبزنس ده يبقى اوريدي انا محقق له نتيجه هو شافها، اوريدي هو لمسها، اوريدي هو هيشوف الفرق. انت ما كانش عندك براندنج، بقى عندك براندنج. انت كان الاي سي او بتاعك مثلا 35%، بقى البرسنتج بتاعتك 85 ايا كان، على حسب الايه الاجزاء اللي هتحطها. ولو عندك ميديا برودكشن زيرو، عندك كونتنت زيرو، عندك ميديا بينج، فاوريدي انا عملت لك حاجه من ايه من لا شيء. طيب الجزء اللي بعد كده ببتدي اشوف كسوشيال ميديا او على الانترنت الماركت نفسه بيقول ايه. في فرق طبعا لما باجي اشتغل في الكلام ده على الارض، ولما انا بشتغل الكلام ده على الايه على اونلاين. طيب لو الراجل ده او البيزنس ده اصلا اونلاين، يعني فهمك للبيزنس بيفرق كتير جدا 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 معاك وانت بتشتغل. هل الراجل ده اصلا بيشتغل اونلاين بس ولا بيشتغل اونلاين اوفلاين؟ طب هل في اصلا برسنتج معينه، في ارقام في الماركت بتقول ايه؟ يعني السوق نفسه بيقول ايه؟ هل في اوبورتيونيتي اصلا مفتوحه ولا لا؟ هل هو اصلا في اوفر، يعني اديله كده اوفر فيو عن الماركت نفسه. طب الاوفر فيو عن الماركت نفسه، خلينا كده مثلا نقول تعالى كده مثلا نعمل سيرش مثلا بروبرتي ماركت، او خلينا نقول اونلاين ماركت ان ايجيبت مثلا، تمام؟ ونشوف المفروض ان هيقول ايه. المفروض ان هنا يجيب لك، او انت هتبتدي تدور في الاجزاء دي على نتائج في السوق. طيب الاونلاين لازم تفهم بشكل كبير جدا جدا، هل هو عامل ازاي في السوق؟ هل هو اوريدي في احصائيات بتقول بتتكلم عن الموضوع ده ولا لا؟ طيب في اخبار، تعال كده نشوف المفروض ان انا بعرف الكلام ده منين؟ بعرف الكلام ده من الاحصائيات حسب الدولة، تمام؟ بعرفه من الاخبار، التقارير الصحفية، طب التقارير الصحفية حاجة والأخبار حاجة تانية، تمام؟ بعرفه برضو منين؟ من معدلات البحث، أوكي؟ وكمان بعرفه من المنافسين، يعني بشوف المنافسين أصلا شغالين على إيه والأمور دي كلها، تمام؟ فببتدي هنا بلاقي مثلا الريال استيت مثلا عامل ايه في المجال، هل في اصلا تاثيرات ولا لا، وابتدي هنا اطلع البرسنتج. طيب في حاجه هنا يعني تكنيك كده انا بعتمد عليه بشكل شخصي لما باجي سيرش على حاجه عشان اطلع عليها الارقام، بعمل كنترول اف، تمام؟ عشان يبتدي يجيب لي واحط مثلا برسنتج، تمام؟ فيبتدي هنا يعلمني على كل الحاجات اللي فيها برسنتج، فابتدي اشوف الارقام بشكل سريع، تمام؟ يبتدي هنا ايه يجيب لي الارقام ايه بشكل سريع، تمام؟ بدأ هنا يجيب لي والله هنا مثلا بيقول لي ان 30% ايه كومبليت، بيقول لي هنا 8%، هنا 20%، هنا ريال. بدأ بص يجيب لي ارقام. انا كل ده عملت سيرش بجملة واحدة بس، وعملت سيرش مرة واحدة بس، وعملت سيرش ودخلت على ويب سايت واحد بس، تمام؟ طبعا انت مع السيرش مرة على مرة هتكتشف تولز وطرق كتيرة مختلفة، وكمان هتبتدي تطلع ارقام كتير جدا جدا عن الايه عن المجال بشكل كبير، وهتبتدي ان انت تلاقي نفسك فهمت المجال بشكل كبير، بدات انت تقول للكلاينت على ارقام هو ما كانش يعرفها، تمام؟ بتبدا تشوف هنا الارقام اصلا عامله ازاي على حسب الايه. مثلا هنا بيقول لك الانكم في مصر 40,000 قد ايه، يعني هتلاقي بقى ارقام كتير كتير، تمام؟ ارقام جديده، ارقام حديثه، ارقام قديمه، بتبتدي انت تقرا
الارقام، تشوف مين الكومباتيتور الموجودين. بص كل دي ارقام، انا بس هنا عملت ايه يعني، في 11 رقم او 11 حقيقه. دايما في الحاجات زي دي بنعتمد الارقام، الارقام هي اللي بتبين الحقائق، تمام. فبدانا هنا بتشوف ايه الامور بشكل كبير، تمام. ده كله زي ما قلت لك انا عملت سيرش بجزء واحد بس، او عملت سيرش بكلمه واحده وما عملتش حاجه تاني. طبعا هتلاقي فيه تقارير بي دي اف كمان، يعني ان هتلاقي فيه تقارير بي دي اف تقدر تشوف منها حاجات تانية، وتبتدي بقى تعمل سيرش وتبتدي تطلع كده سيرش مره واثنين وثلاثه، وتشوف الامور ماشيه ازاي، تشوف هنا الكيوردز الريليتد بتاعتك بتقول ايه، تبتدي تشوف الناس لما بتيجي تعمل سيرش بتدور على ايه، الامور دي كلها. فتبتدي تقرا السوق، تقرا السوق بشكل كبير وتفهم السوق اصلا بيقول ايه. خلي بالك طبعا اللي انت تكون بتدور عليه، تمام، هو نفس اللي يكون ان انت لقيته. يعني ما ينفعش ان انت تدور على حاجه في الاخر تلاقي موضوع بيتكلم في حته تانيه فتسيبه وتروح في حته، ما ينفعش، تمام. فانت حاول تخلي بالك ان انت ده اللي انا بدور عليه، وهو ده اللي انا ايه ببتدي اشتغل عليه. هنا طبعا ده بيتكلم على الريال استيت ديجيتاليزيشن، وهنا بيتكلم على الامباكت. يعني هتلاقي بقى ايه ارقام كتير، هتلاقي فيه حاجات مختلفة طبعا على حسب كل بلاتفورم، على حسب كل على حسب كل طبعا الأمور. طبعا ده مثلا 2020 هتلاقي هنا في حاجات قريبة. فخلاصة الموضوع أنا عايز أقول لك إن أنت تبتدي تدور على، أنا مش عارف أنا بعمل سيرش، مش عارف الشاشة بالنسبة لكم أصلا كانت باينة ولا لأ، عشان أنا ده كله عمال أعمل سيرش مش عارف الشاشة بالنسبة لكم كانت باينة ولا لأ. كونفيرم معايا يا جماعه الموضوع ده، بس اي ثينك ان هي باينه. فالمهم ان انت وانت بتعمل وانت شغال لازم ايه بتطلع الارقام دي عشان تبتدي تفهم بشكل كبير الارقام، وتبتدي تحط للعميل الارقام دي يا اما بشكل مختصر يا اما بشكل ديسكريبشن على حسب الحاجات المهمه للجزء اللي انت بتتكلم فيه. والله في اوبورتيونيتي في السوق، في اوبورتيونيتي في السوق، والله مثلا في اوفر فيو، ادي له اوفر فيو سريعه كده عن الماركت الاونلاين بيقول ايه والامور دي كلها، تمام. فانا كده خلاص فهمت الشركه اللي انا فيها، وفهمت كمان الوضع السوق عامل ازاي، الشركه بتاعتي واقعه في حاجات معينه وكويسه في حاجات معينه، وكمان كديجيتال ماركتنج، وكمان الاونلاين او الماركت عامة بيقول ايه، والسوق شغال ازاي، وايه اللي موجود في السوق. طيب ابتدي اروح ايه تاني، او ابتدي اشوف ايه تاني، الاودينس بقى، ابتدي اشوف الاودينس عاملين ايه، والله انت بتارجت مين، وابتدي اشوف الناس دي موجوده فين. وبنفس الطريقه اللي احنا طلعنا بيها الارقام بتاعت الماركت بنطلع بيها الارقام بتاعت الاودينس، وبنبتدي نشوف الاودينس دول موجودين على السوشيال ميديا ولا لا، بنبتدي نشوف وي ار سوشيال ميديا، بنبتدي نشوف كل الامور بتاعتنا. لكن لازما نصنف الاودينس، والله انا هنا عندي البروبرتي اونرز، وعندي هنا الريال استيت بروكرج، وعندي كمان الريال استيت ايه ديفلوبرز، تمام. الثلاثه دول هم ثلاث شرايح مختلفه من الاودينس، ثلاث شرايح مختلفه من الاودينس. ببتدي ان انا اطلع الاجزاء بتاعتهم وابتدي اطلع التفاصيل بتاعتهم. والله مثلا انا الريال استيت اونرز مثلا المفروض ان هم اللي شغالين في الريال استيت عددهم موجود قد ايه؟ كام شركه موجوده؟ انا دلوقتي شركه تشطيبات، فمن الاودينس بتوعي انا هعتمد على ان انا اخليك تتعامل مع شركات العقارات، بحيث ان العميل بتاعهم انت تاخده تبتدي تتعامل معاه. حلو، طب عشان اوصل بقى للفكره دي، او ان انا اتارجت الناس دي وابتدي اشتغل عليهم سواء اونلاين كشغل ميديا باينج او ككونتنت او الامور دي كلها، فانا هعتمد على الثلاثه دول وابتدي اوجه لهم ايه المسجز دي، وابتدي ان انا اديك ايه اوفر فيو عن الاودينس والديتيلز بتاعتهم. بلس ان انت طبعا قدام بقى وانت بتحط استراتيجي بتحط الناس دي عمرها قد ايه، الناس دي بالتارجت من سن كام لكام، بالتارجت لوكيشنز قد ايه، والامور دي كلها، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالكومباتيتور، طبعا انت بتاخد من السيرش بتاعك منافسين، وبتعرف كمان منه ايه اقرب منافس ليه. لازم الكلاينت بتاعك او الشركه او البزنس نفسه يكون مديك اجزاء اساسيه وتبتدي تشتغل عليها. الاجزاء الاساسيه دي بتكون ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بشكل كبير ب بالكومباتيتور بتوعه، على حسب وجهة نظره، على حسب
وجهة نظر، هو شايف من وجهة نظره ان اكس ده منافس ليه، لان هو بيشوف عنده المحتوى. ساعات كده لما تبقى شغال مع عميل او شغال مع شركة، تلاقي الشركة دي جاية ايه بيقول لك ايه، والله بص المنافس ده عامل مش عارف ايه، انا عايزين نبقى نعمل زيه، والله بص المنافس ده مش عارف ايه، عايزين نبقى نعمل وما الى ذلك. فمن الحاجات المهمة جدا جدا ان انت تبتدي تفكر وتبتدي تشوف، هل انت وانت شغال او وانت بتدور على الكومباتيتور، هو ممكن يأثر عليك الطريق ويقول لك على كومباتيتور معين فانت تقدر تشتغل معاه. طب في الكومباتيتور بقى انت بتبتدي تشوف نفس الامور اللي عندك وتبتدي تقارن ما بينك وما بينه. هو براندنج 70%، هو شغال براندنج جامد جدا وملتزم بالوانه والناس عارفاه من اللوجو بتاعه، وعامل استراتيجيه كويسه جدا بتعتمد على الديلز وبتعتمد على الاوفرز معينه وعلى المساحات او على التشطيب بباكجز معينه وما الى ذلك. الاي سي او بتاعه الويب سايت جايب سكور 85% وبيظهر في السيرش كاورجانيك. الميديا برودكشن بتاعته بناء على تقييم الريزولوشنز بتاعتها والامور دي كلها هو 65%. الكونتنت ماركتنج بتاعته كويسه بس فيها بعض الحاجات ف49%. الميديا بينج بتاعته كويسه جدا، ده شغال جوجل اد وشغال فيسبوك وكمان شغال انستجرام، فده حد يعني كومباتيتور عالي جدا جدا. تمام، فبتدي تاخد اوفر فيو بشكل كامل عن ايه الكومباتيتور. تمام، طيب بعد الكومباتيتور المفروض بتشوف ايه الجزء الاساسي او الجزء بقى خلاص اللي احنا شفنا الامور دي كلها، شفنا الماركت وشفنا المنافسين وشفنا ايه السوق. تعالى كده نقسمهم، احنا هنا بنتكلم في ايه بالظبط؟ بنقول والله ان احنا شفنا الايه الكومباتيتور. تمام، وشفنا الاودينس وكمان شفنا الماركت تمام، وخلاص شفنا الكومباتيتور والاودينس والماركت وايه الاورجنايزيشن نفسها او الشركه. تمام، فخلاص احنا شفنا الثلاثه الاربعه دول المحور الاساسي بتوعك. تمام، وكل حد فيهم او كل جزء منهم ليه الايه الجزء بتاعه او ليه الشغل الايه اللي بيشتغل عليه او عليه الجزء اللي انت هتعمل فيه اناليتكس. تمام، انا والله هنا هعمل اناليتكس لايه وهنا هعمل اناليتكس لايه وهنا هعمل اناليتكس لايه وهنا هعمل اناليتكس لايه، وتبتدي كده يكون عندك فكره عامه بشكل كبير. تمام، على فكره في بيبقى في درافت للكلام ده، يعني الكلام ده بيبقى البرزنتيشن اللي بتروح للكلاينت، وقبل ما بنروح له البرزنتيشن احنا بنعمل درافت كبير جدا بيكون فيه كل الحاجات وكل الانفورميشن اللي احنا بنطلعها. ممكن ابقى اعرضها لكم واقول لكم بنحط الدرافت ده في ازاي، في بنحط الدرافت ده في فايل وورد. تمام، وبنبتدي نشوف الدرافت ده هيودينا لفين او بنبتدي نطلع عليه الشغل ازاي. تعال كده مثلا نحاول او اوريكم حاجه، مثلا ده كده مثلا ده درافت من الدرافتس اللي احنا ممكن نكون بنشتغل عليه. احنا طلعنا الارقام بتاعتنا وطلعنا كل الاجزاء اللي بنشتغل عليها والديتيلز بشكل كامل، وكمان طلعنا كل التفاصيل تفاصيل التفاصيل، طلعنا المحتوى كله بشكل كامل والارقام بتاعتنا والبرسنتج والكلام ده كله. وبعد الكلام ده كله بدأنا ان احنا نصفيه للباقي للبرزنتيشن اللي احنا ايه اتفقنا عليها واللي احنا ايه شغالين منها او بنعرض منها دلوقتي. تمام، فالكلام ده كله بيطلع من درافت وبنطلع منه سامبل علشان بس توضح الصوره وتتكلم عنها. تمام، طيب خلاص احنا طلعنا الاجزاء دي كلها، بنبتدي بقى نقول له والله بناء على الكلام اللي احنا طلعناه ده بناء على الاناليتكس، احنا هنا قلنا ان احنا هنمشي كذا مرحله. احنا عندنا هنا مرحله الاناليتكس ودي من الحاجات ايه الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها، وقلنا ان احنا لازم ايه نطلع منها الارقام عشان نبني عليها ايه الافكار بتاعتنا. بعد كده بنبتدي نشتغل على ايه الاوبجكتيف. والله انا عندي اوبجكتيف معينه او عندي جزء معين ببتدي اشتغل عليه، وهو ليه علاقه بايه بال اول حاجه هبتدي اشتغل على انكريز للايه البلاتفورمز بتاعتك. انت عندك جزء في البراندنج وحش جدا جدا، فاحنا محتاجين اوبتمايز السوشيال بلاتفورم بتاعتك. نشتغل على ايه؟ طب تعالى كده نشوف مثلا لو احنا معانا شركه واحنا محتاجين نشتغل على الجزء الاساسي بتاعها، فاحنا بنشتغل حاجه اسمها اوبتمايزيشن او بحب اقول عليها ايه جزء السيت اب.
تمام. جزء السيتوب ده بيبقى بيبقى ايه، او بنشتغل عليه في ايه بالظبط؟ والله جزء السيتوب ده المفروض ان احنا بنشتغل على، احنا بنعمل السوشيال ميديا بتاعته تمام، وبنعمل له شغل الويب تمام، بنبتدي نشوف الويب سايت بتاعه عامل ازاي وشغل البراندنج تمام، والجزء اللي ليه علاقة بالتراكينج تمام. دي بيزكس اساسيه السوشيال ميديا، البلاتفورم اللي هيكون موجود عليها كلها بالكوفرز بتاعتها بالبيكتشرز بتاعتها بجزء المانجمنت او السوشيال ميديا مانجمنت بشكل كامل، وجزء الويب سايت بتاعه على حسب طبعا الويب سايت واليو اي بتاعه والاكشنز بتاعته والهيكل الاساسي او اللاندنج بيج او على حسب الحاجه اللي هيشتغلها. جزء البراندنج بقى اللي هو ليه علاقه بالايدنتيتي اكتر من انه ليه علاقه، زي ما احنا هنا كنا بنقول ان احنا بنتكلم في ايدنتيتي، فاحنا كنا الجزء اللي ليه علاقه اكتر بايه، بالايدنتيتي تمام. وجزء التراكنج اللي هو بيربط ما بين الويب سايت تمام، خلينا هنا نقول اللي بيربط ما بين الويب تمام وما بين مثلا او السوشيال ميديا، خلينا هنا نقول اور سوشيال تمام، وقصاد او خلينا نقول مع تمام ايه الويب تمام. يعني انا دلوقتي ربطت ما بين السوشيال ميديا وما بين الويب سايت، وكمان سوري لا هنا الاناليتكس او الاناليسز، خلينا نقول مثلا، خلينا نقول الاناليسز بشكل عام مش لازم نحدد تول تمام، وما بين الاناليسز تمام عشان اقدر ان انا اعمل كونفرجن، اقدر بقى اربط ما بين ده وده والقصص دي كلها. دي مرحله ايه السيت اب اللي انت لازم تكون ايه شغال عليها. فانا دلوقتي محتاج ايه اشتغل على ده، وكمان محتاج اشتغل على ايه الفولورز تمام. انا محتاج ان انا ايه اشتغل على الفولورز بتوعك تمام. الفولورز بتوعك محتاج ان انا انكريز الفولورز، ابتدي بقى اشتغل كامبين لايكس وكامبين لو انستجرام فيزيت بروفايل والامور دي كلها تمام. طيب في طريقتين على فكره بنشتغل فيهم بشكل كبير، جزء ليه علاقه طريقتين للشغل. يعني ممكن يجي حد ما اشتغلش الكلام ده، يجي حد يلا يا باشا نعمل بلاتفورم على طول ونشتغل لاندنج بيج سريعه نحط بيها المنتجات ونبتدي ان احنا نشتغلها جوجل اد والعميل يخش يعمل نعمل اكوزيشن ونبتدي ايه نعلي الامور بشكل سريع وعلشان نقدر نبيع بشكل سريع تمام. ده في ناس بتشتغل كده وده مش غلط، ده بيبقى ليه علاقه على حسب البيزنس نفسه عايز ايه تمام. لكن لو بيزنس كبير وبيزنس بيهدف ان هو يقعد 60 70 سنه ويتوسع والامور دي كلها لازم يكون عنده الكلام ده. لو انا بشتغل اي كوميرس انا مش محتاج ممكن اعمل الكلام ده كله، قد ما انا محتاج ان انا ابني لاندنج بيج نظيفه اقدر اعرض عليها بشكل كويس وابتدي ايه اشغل نفسي عشان اعمل ارقام، وبعد ما اطلع ارقام واخد بقى واطلع ارقام مبيعات واعمل رؤاز والقصص دي كلها ابتدي ان انا اشغل الدنيا براحتي بعد كده بقى الجزء البراندنج تمام. طيب خلينا هنا نقول دي اوبجكتيف بالنسبه لي. الجزء بالنسبه لي بعد كده ان انا زي ما قلنا ان احنا نعمل ايه ريتارجتنج للفانز بتاعتك، وجزء ان اوبتمايزيشن الجزء بتاع الكونتنت، ونعمل اويرنس، والاوبجكتيف الثالثه ليها علاقه بالانكريز للار او اي بتاعك ان انا ابتدي اشتغل لك مبيعات. يعني هعمل السيت اب وبعد حته السيت اب هبتدي ان انا اعلي لك الشغل بتاعك بالميديا برودكشن او بالشغل بتاع الشغل بتاع الشغل اللي ليه علاقة بالاوبتمايزيشن كسوشيال ميديا بتاعتك وديجيتال ماركتنج بشكل كامل. والجزء بعد كده ابتدي اشتغل ار او اي ان انا بقى اشتغل اعلانات صح وابتدي ان انا اعمل عليها سكيننج واطلع الامور كلها تمام. فدي اوبجيكتيف احنا حطيناها تمام، وبقول له بقى بعد كده الاستراتيجي دي الاوبجيكتيف بتاعتي. الاستراتيجي بقى بتاعتي هتمشي ازاي على الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عملت اناليتكس وقلت لك والله الاوبجيكتيف بتاعتي ايه وازاي انا بقى هعمل ده بشكل كبير. فاول بقول لك والله ان انا هعمل ده بان انا هشتغل اعلانات على البراند بتاعك كاويرنس وانكريز للفولورز تمام. لازم هنا بقى بعد ما بحط اهم حاجه، بعد ما بحط الاوبجكتيف بتاعتي احط استراتيجي او الطريقه اللي هلعب بيها. انا دلوقتي مثلا نازل مثلا الجيم ده الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اطلع متعادل، حلو جدا. طب ايه بقى الاستراتيجيه طريقه اللعب اللي هتلعب بيها ايه؟ والله انا مثلا هلعب دفاع وببتدي ابني التشكيله بتاعتي بقى خلاص. فانا التشكيله بتاعتي او الاوبجكتيف الاهداف اللي انا حطيتها التشكيله بتاعتها ان انا اول حاجه هبتدي بيها ان انا اقوي السوشيال ميديا بتاعتك
وابتدي ان انا اعمل عليها فولورز بشكل كبير، وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل هايلايت بقى على السيرفيس بتاعتي واليونيك سيلينج بوينت بتاعتي، ايه النقط المهمه او اليونيك سيلينج بوينت اللي انا هلعب عليها كحاجه موجوده عندي مش موجوده عند الكومبيتيتور بتوعي، وبعد كده هعمل هايلايت على البرودكت ده وابتدي ان انا اعمل له بومنج على السوشيال ميديا والديجيتال بلاتفورم اللي احنا مركزين عليها، وابتدي ابيع اعمل انجيجمنت بشكل سريع، واخد بقى الجزء بقى بعد كده، اخد الناس اللي عملت انجيجمنت دي والناس اللي احنا وصلنا لها وكانوا انترستد بشكل كبير، ان انا احولهم لايه؟ لمرحله السيلز وان هم يشتروا مني. تمام؟ فانا هبني قاعده عملاء، وبعد قاعده العملاء دي من مبنيها هبتدي ان انا ادعم الناس دي بان هي تتفاعل معايا وتعرفني بشكل كبير، وبعد كده هبتدي ان انا اعلي من الناس دي. طيب انا دلوقتي عندي كوميونيكيشن معين على بلاتفورمز اساسيه. في فرق ما بين الكوميونيكيشن وما بين وفرق ما بين ان انا اشتغل على البلاتفورم دي كونتنت. يعني انا مش لازم كل البلاتفورم اشتغل عليها كونتنت، ولازم ان انا اكون متواجد على كل البلاتفورم. يعني انا البيزنس بتاعي لازم يكون موجود على لينكد ان وسناب شات وتويتر وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب، اوكي؟ لكن مش لازم يسبورت في البلاتفورم دي كلها ان هو ينزل فيها، يعني مش لازم ينزل في البلاتفورم دي كلها يعمل كونتنت ليهم كلهم، اوكي؟ طيب انا دلوقتي انا هعمل لك ويب بلوج لازم تكون موجوده عشان ينزل عليها المحتوى، وكمان هعمل لك الايه؟ هعمل لك الجزء بتاع لينكد ان وسناب شات وتويتر وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب. دي البلاتفورم اللي احنا هننزل الكونكت عليها، دي البلاتفورم. ممكن طبعا لو انا بتكلم في سوق مش خليجي، بتكلم في سوق مصري، فانا مش هستخدم سناب شات، مش هستخدم تويتر، ممكن ما استخدمش انستجرام في بعض الاندستري، ويعني لازم طبعا اشتغل على فيسبوك ويوتيوب ويب بلوج او ويب سايت او لاندنج بيج، طبعا على حسب ايه البيزنس بتاعته. فلازم بعد كده توضح له انا كديجيتال ماركتنج هبتدي اكونكت مع انهي بلاتفورم، لازم اوضح بشكل كبير هتكونكت مع انهي بلاتفورم. طيب خلاص انا عملت كونكت وبقيت موجود وعملت سيت اب، وانا دلوقتي لو لاحظت كل ده بكلمك في مرحله ايه؟ ان احنا بنعمل سيت اب. تمام؟ خلاص عملت السوشيال ميديا واخترت الويب سايت اللي هشتغل عليه وظبطت البراندنج، وهبتدي اشتغل ترانكينج عشان اربط ايه الكلام ده كله. بعد كده باجي اشتغل على ايه؟ بقول له والله انا هبتدي اشتغل بقى في حته الكونتنت، ان انا هعمل براند اويرنس بنسبه 40% من اجمالي الشغل بتاعي. حاجه مهمه جدا جدا، ما ينفعش ان انا اشتغل ديجيتال ماركتنج استراتيجي او امسك ديجيتال ماركتنج شهر ويلا بينا احنا خلاص خلصنا. المينيموم بتاعك بيكون كوارتر، المينيموم بتاعك بيكون كوارتر. كوارتر ازاي؟ يعني اقل من 3 شهور مش هينفع. مش هينفع ليه؟ لان دلوقتي الموضوع مش زي الاول، انا هنزل فانا لوحدي فاوريدي هقدر اجرو في وقت قليل جدا. انت حتى لو عملت جروس في وقت قليل انت محتاج ان انت تعلم الجروس ده بشكل دايم. فحته ان انا انزل بقى اشتغل مع العميل واعمل شهر والقصص دي، او انا بزنس معين او انا شغال مثلا مانجر في شركة ويلا بينا احنا في خلال شهر نطلع نتائج، ده اي كلام بيتقال. ده مش صح. اوكي؟ فانا هعمل اويرنس وبعد كده ادخل انجيجمنت بالكونتنت. يعني الكونتنت بتاعي هتكلم عن ان انت اونلاين، بروبرتي اونلاين ممتاز وعندك فيتشرز معينة وعندك يونيك سيلينج بوينت معينة، وفي الانجيجمنت بتاعك انت شغال على ان الناس تتفاعل معاك على حسب الكونتنت اللي انت بتنزله على البلوج والامور دي كلها، وهاخد بقى الكلام ده كله اطلع منه كونتنت في الاخر، او انا هطلع الكونتنت ده بمسج تتناسب مع الايه الماركت والاودينس، وكمان ده هيكون مدعم بجزء كرييتيف عشان اطلع بكونتنت هو ايه يسمع بشكل كبير. فانت بعد كده بتقول له والله انا هعمل كونتنت بشكل كبير على الجزء ده. زي ما قلت الموضوع مينيموم معاك 3 شهور، انت ممكن البلان دي تنفذها سنه بشكل كبير، وممكن كمان تنفذها 3 شهور، ممكن على فكره اللي انا بعمله ده كله تمشي بنفس السيكونس، وممكن تمشي بسيكونس تاني او طرق تانيه تبقى احسن من دي، ممكن تبني بطرق اقل، ممكن تغير في حاجات، تعدل في حاجات، فهي مش ستاندر، مش ستاندر. يعني الموضوع في الجميل في شغل الديجيتال ماركتنج او في الماركتنج بشكل عام ان انت الموضوع مش بيكون ستاندر في الشغل. طيب بعد كده بقول له والله دي سامبل من الكونتنت اللي هتكون موجوده واللي هنشتغل عليها،
وكمان سامبل من الكونتنت اللي موجود عند الكومبيتيتور، وتيجي تقول له دي سامبل من الكونتنت اللي موجوده في الماركت نفسه، والماركت بيقول ايه؟ والله بيشتغل على الريل استيت برايسنج، بيشتغل على الاونلاين بروبرتي مانجمنت سوفت وير، بيشتغل مثلا على اوبن ريسورس، طبعا بناء على الكي ووردز اللي بيحصل على سيرش. تبتدي تشوف الكومبيتيتور بتمشي ازاي، فبتقول له والله دي طريقه الكونتنت اللي انا هعتمدها، ودي سامبل من الكونتنت اللي موجود في الماركت. تمام، طيب بعد ما بتقول له السامبل بقى، بتقول له والله الكونتنت بلان اوفر فيو بتاعتي ماشيه ازاي. طيب البلان بتاعتي بتعتمد على ايه؟ ان انا بظبط الاول الكابشنز بتاعتي، تمام، الكابشنز بتاعتي واللي انا هبتدي اكريت عليها الشغل بتاعي، واحط عليها ميديا برودكشن، صور بقى، فيديوز بقى، الاجزاء دي كلها طبعا بما يتناسب مع الاولوجرازم. يعني مثلا لو احنا شفنا الاولوجرازم بتاعت السنه الجديده، احنا بنتكلم في فيديو وريلز، ستيل للسنه الثالثه احنا بنتكلم في ريلز، والموضوع بقى اسرع من الاول بشكل كبير. احنا بنتكلم في ايه؟ في فيديوز، وبتنكريز معاك بنسبه اكتر من 65%، والمحتوى اللي في تقرير كان نازل اول امبارح عن المحتوى الفيديوز بتاع السوشيال ميديا بشكل كامل كفيديو، ازاي نستغله، ممكن نبقى برضو ايه نبعته بحيث ان انتوا تعملوا هايلايت عليه كده، وتشوفوا قد ايه فعلا تحديدك للميديا وشغل الفيديوز بتاعك هيفرق بشكل كبير جدا. وهي الجزء اللي بعد كده ليه علاقة بالهاشتاجز، احنا في الاكشن بتاعتنا بنحط هاشتاج ثابتة، بنحط 3 هاشتاج، الهاشتاج ليه علاقة بالبراند، وهاشتاج ليه علاقة بالبرودكت المتغير اللي احنا بنشتغل عليه، وهاشتاج كمان معانا على حسب الماركت بتاعنا، على حسب الماركت بتاعنا. انا دلوقتي بروبرتي اونلاين، فانا عندي مثلا الاسم الشركه بتاعتي بروبرتي اكس، فانا احط بروبرتي اكس. ودلوقتي انا بعلن عن حاجه في النرجس مثلا، فهقول الهاشتاجز بتاعت النرجس بتقول ايه واحطها. والجزء الثالث اللي علاقه بالبراند اللي هو بروبرتي. اوكي طيب، وبعد كده بشتغل على الكول تو اكشن، وبحط الكول تو اكشن بتاعتي او السي تي اي بتاعتي، وده بيمشي في البلان بتاعتي كلها اذا مونثلي او بير كوارتر على حسب الامور اللي انا ايه بشتغل عليها. طيب نيجي بعد كده للجزء اللي ليه علاقه بالاي سي او. الجزء هو الاكشن بتاعتنا او الاستراتيجي اللي بنشتغل عليها. احنا ما بنشتغلش على الاي سي او كله مع بعض، احنا بنشتغل الاون بيج ونعمل لها الاناليتكس بتاعتها بشكل كامل، ونبتدي نحسن فيها، وبناء على الكيوردز بنبني التكنيكال اي سي او بتاعنا، وبياخد ده الوقت ده معانا حوالي مينيموم لكل شهر، سوري لكل فيز منهم حوالي شهرين 3 شهور، وعلى حسب طبعا كل براند. وبعد كده نشتغل على الايه الاوف بيج. اوكي بعد كده بنشتغل على الاوف بيج. على فكره ممكن في البلان بتاعتك ما تشتغلش اي سي او لو البراند مش هيشتغل جزء الاي سي او، مع ان ده جزء يعني اساسي، جزء مهم جدا في الشغل بتاعك، و يعني جزء اساسي. بس هنا احنا خلينا نتكلم احنا دلوقتي في الحاجات اللي احنا بنعملها بشكل كامل للعميل، والاجزاء اللي احنا بنحطها له بشكل كبير. طيب بعد كده بتخش على الميديا، هنا بقى حته مهمه جدا جدا وجزء اساسي جدا 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 بنتكلم فيه، وهو الميديا بينج مابينج بتاعتك. هنا العميل هيجي يقول لك والله انا محتاج اعرف انا هصرف كام، واللي هصرفه ده هيدخل لي كام. فتيجي انت تهرش في دماغك كده وتقول انا هعرفها ازاي دي. اوكي طيب خلينا هنا نقول ان احنا في شغل الميديا بينج مش بنشتغل حتى لو انت يعني حريف، احنا لازم نشتغل اول تيست، وبعد كده نشتغل سكيلينج. تمام، ايه تيست وايه سكيلينج؟ انا دلوقتي اول مره اشتغل لك على البراند ده، واول مره اشتغل معاك على الجزء اللي احنا ايه بنشتغل عليه ده. طيب هل من الصح ان انا اقول لك انا المفروض هاخد كام؟ لا، كان المفروض الاول بنعمل حاجه اسمها تيستينج، لازم بنتيست اجزاء مختلفه بنشتغل عليها، بنتيست بلاتفورم، تمام، وبنتيست كونتنت، بنتيست اودينس. انا لو عندي تغير واحد في الحاجات دي كلها، البرايسنج الكوست بتاعتي كلها بتتغير. فانا لو غيرت في الكونتنت السعر بيتغير، الكوست اللي بدفعها بيتغير، لو غيرت بلاتفورم السعر بيتغير، لان انا مش هشتغل في فيسبوك زي انستجرام زي سناب شات زي تويتر زي لينكد ان زي جوجل، كل حاجه من دول
ليها باع مختلف، الاودينس نفسهم. لو انا لعبت على شريحه بكي ووردز ولعبت على شريحه تانيه بكي ووردز مختلفه، تمام. جزء التايم، اوكي، الوقت، لو انا شغال في الكريسماس اللي جاي ده غير لما اشتغل دلوقتي غير بعد الكريسماس، فانت بتتكلم في تايم مختلف انت يعني. فازاي ان انا اقول لك والله دي بكذا وهديك كذا، انت هتديني 100,000 هديك عليها مليون، مفيش الكلام ده، تمام. طيب بعد التيستنج ببتدي اعمل حاجه اسمها سكيلينج. سكيلينج ده اللي هو ايه، بشوف الحاجات الوينر، تمام، وابتدي اوسعها او اعمل عليها سكيلينج على حسب. انا عندي عملاء ناجحين ودول بيشتروا مني، ادي دول العملاء، عندي كونتنت معين ناجح، عندي وقت معين بشتغل فيه، عندي بلاتفورم معينه بتشتغل عليها. هنا ابتدي اقول لك اه الافريج بتاعتي بتتراوح ما بين الكوست للعميل الواحد من 10 ل 15 جنيه، مش هقول لك دولار، والمكسب بتاعك يتراوح ما بين 20 ل 30 او من 100 ل 200 او على حسب الرينج افريج بتقول ايه، تمام. طيب لو الكلام ده في السكين، لو انا في التيست، لا حضرتك، انا المفروض ان احنا بنعدي على الحاجه الاول اسمها ميديا بينج مانج. السيت اب ادفرتايزنج بلاتفورم بتاعتك انت، هل انت كعميل المفروض ان احنا هنشتغل على البلاتفورم بتاعتك ولا الاكونتس بتاعتنا؟ طبعا الافضل ان احنا نشتغل على الاكونتس بتاعتنا، ما ينفعش نشتغل على اكونت العميل لانه بيبقى غير مؤهل وحالته في الضياع، والاكونت لسه بيجري منك وبيشرب وبعد كده يبتدي يسمع منك ريزلت عاديه وبعد كده يعلى بالريزلت وبعد كده البادجت تعلى قصة كده تانية، تمام. فبعد كده بنعمل سيت اب رانكينج سيستم، بنبتدي نسيت اب الاكونتات على حسب البلاتفورمز اللي احنا هنشتغل عليها ونبتدي نربطها، وبعد كده نشتغل الاد تيست بتاعتنا، بعد كده نشتغل ايه السكيلينج. مرحلة السكيلينج اقدر اجاوبك على السؤال اللي انت بتقول عليه، انها مرحلة التيستينج انا ما اقدرش اقول لك انت المفروض تصرف كام، انت المفروض تكون حاطط بادجت معين بفيه نشتغل على هذا الاساس، تمام. طيب الاد تيستينج، ببتدي ان انا اشتغل على الاد تيستينج، وكمان بقول لك انا المفروض هشتغل على بلاتفورم ايه بالظبط. طيب بعد الميديا بينج، التكنيك بقى اللي هنشتغل عليه ايه في البلان بتاعتنا، المفروض ان انا بشتغل على الجزء الاوبجكتيف والادز والتارجت اودينس والبيمنت، تمام. الاوبجكتيف بتاعتي والله على حسب طبعا المرحله اللي انا فيها، من ضمن المراحل اللي احنا كنا محددينها فوق، هل انا في مرحله الاويرنس بتاعتي ولا انا المفروض في المرحله اللي ليها علاقه بالانكريز فولورز ولا في الليفل ايه بالظبط. طبعا بيكون ليها ليفلز مختلفة، بيكون ليها اجزاء مختلفة وانت شغال بتشتغل عليها، ما ينفعش مش كله مع بعضه يعني، مش ينفع ان انا اشتغل كله مع بعضه. وببتدي اعمل الادز بتاعتي لتارجت اودينس محددين، ببتدي اقول لك ايه هو التارجت اودينس اللي انا هبتدي اشتغل عليه، وبعد كده كمان بقول لك ايه البيمنت بتاعتي او الكاك بتاعتي هتكون عامله ازاي. الكاك دي اللي هو الاكوزيشن لكل عميل او كل عميل هيحجز قد ايه، وانت كمان لازم بتبتدي تسيت اب مع بعض كده. أيوة والله انا مش هقدر ادفع على العميل غير 10 جنيه، لان انا هبتدي احط تكلفه اجماليه 20 جنيه فهبيع ب 50 جنيه، فانا هكسب 20 جنيه فخلاص احنا بدانا ننسقها على هذا الايه الاساس. الستيج بقى بتاعتنا في الاكشن بقى بشكل عام، المفروض بقى هننفذ ازاي. اول حاجه هنروح للديجيتال سيت اب بتاعنا، نبتدي نظبط لك كل الحاجات، نبتدي نسيت اب الويب سايت، نسيت اب السوشيال ميديا، نبتدي نسيت اب التراكنج، نبتدي نسيت اب الكونتنت، نبتدي نسيت اب شغل الاس اي او، نبتدي نجهز كل الاوراق وكل الشغل بتاعنا. دي اول حاجه. بعد كده مرحله الايه الاوبننج بتاعتنا، نبتدي نعمل بوبليش للكونتنت، نبتدي نأديت على الكيوردز والاوبن الاون بيج بتاعت الويب سايت، ونبتدي نشتغل على الانكريز فولورز على السوشيال ميديا بشكل كامل، ودي المرحله ايه الثانيه. بعد كده الجزء الانفستمنت الثالث بقى، ان انا ابتدي انفست في الاودينس، ان انا ابتدي انكريز اودينس للانجيجمنت بتاعتي عشان انفست ابني عميل بمعنى اصح، وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل على الجزء اللي ليه علاقه بان بنى العميل ده هبتدي اوديه فين، ومرحله الجروس هنا ايه في المبيعات بشكل كبير، ان انا اخد الناس اللي انا عملت لها انفستمنت واحولها، انا جبت عميل وربيته عندي وبدات اشبعه بايديوكيشن كونتنت، ابتدي اشبعه بمحتوى يفيده، ابتدي اشبعه باوفرز، ابتدي اشبعه بان انا افيده، ابتدي اشبعه بحاجات كتير، بعد كده يوم ما اقول له يلا اشتري مني اشتري منه وهو واثق فيا 100%، تمام. وببتدي احط بقى ايه الاجزاء بتاعت الاكشن بقى، مانجمنت استراتيجي، انا يا باشا
المفروض انها تشتغل على بلاتفورم فيسبوك وانستجرام ويوتيوب، وهكريت البراندنج بتاعتك في البوستس دي والاجزاء دي كلها. المفروض ان البوستس دي هتبقى ماشيه اكوردنج على الباير بيرسونا بتوعنا. ما تجيش تقول لي والله انا نفسي اعمل البوست ده، اكتب لي مش عارف عن عيد الام، لا بلاش تفتي. احنا هنمشي على حسب الايه الباير بيرسونا اللي احنا حاطينها، وهنكريت الحاجات دي كلها ب مانثلي كالندر ثابته علشان نبتدي نشتغل عليها، وعندنا ايام معينه بنشتغلها، وهنشتغل الحاجات دي في ايام اساسيه واوقات معدوده او اوقات محدده. الجزء بتاعنا احنا بنبني الفريكونس بتاعتنا ماكسيمم 15 بوست بير مونث، والميديا بلاننج بتاعتنا انت بتاخدها بالكوارتر وبتعمل عليها ريكويست في الاول. والماركتنج تايم بتاعنا بنشتغل طبعا على حاجات مش جاكينج احنا نكون فاهمينها، والهاشتاج اللي احنا حددناها والستوري. تمام. برضه الجزء بتاعنا احنا لازم بيكون ليك مونثلي ريبورت على حسب كل شهر، ما تجيش بعد 10 ايام تقول لي ها اعمل ايه وانت فين. انا احنا ليك ريبورت مونثلي بيوصلك، وكمان بنعمل لك هايلايت على التوتال نمبرز. احنا بنقول لك بقى في الريبورت ده الحاجات اللي علاقه بالفانز والايه والفولورز والامور دي كلها، وكمان بنقول لك على النمبرز اوف بوستس بتاعتك والادز ريبورت بشكل كامل. تمام. وبنحط بقى الاجزاء دي في جزء من الاكشن، ونبتدي في الكلام ده نبتدي ان احنا بقى نوضح له كل الامور دي كلها، ونعدل معاه على كل الحاجات دي كلها. ده تقريبا كده بشكل سريع وبشكل كبير الاجزاء اللي بيعتمد عليها او بنعتمد عليها في الشغل للعميل بشكل كبير. بالمناسبه لما بنشتغل على عميل وبنعمل له البلاين دي، بيكون هو لسه العميل اصلا ما عملش ديل، ما اتفقش معانا وما دفعش فلوس. الكلام ده كله بنديهوله علشان العميل ياخد وجهه نظر عن البراند وايه اللي احنا هنعمله والبلان اللي احنا هنقدمها له والشغل بتاعنا هيكون ايه. بعد ما بشوف البلان دي لو هو ادي قال اه تمام بالنسبه لي مناسبه، بعد كده نخش بقى في مراحل تانية مختلفه. فكل ده بيكون اصلا من قبل ما العميل يقول من قبل ما العميل يقول يلا بينا احنا المفروض هنشتغل، او ان احنا يلا بينا احنا المفروض ايه هندفع او هنبتدي ان احنا نجوين معاك. تمام. طيب دي الاجزاء اللي انا الاجزاء اللي انا كنت محتاج ايه اوضحها لكم. خلينا كده نشوف نفتح حد يكونفيرم معايا ان المايك كده اتفتح وان انتوا اوريدي معايا. تمام معاك. تمام اوكي. خلينا نقول كده حد عنده سؤال في الكلام اللي احنا قلناه ده كله. والله الموضوع مش عارفة، حاسة دخلنا السوشيال ميديا على CEO لميت كتير كده، بس حاسة الواحد تاه. بص خلينا نقول ان ده اصلا يعني ده شغل ديجيتال ماركتنج. تمام. فخلينا نقول ان شغلنا في الديجيتال ماركتنج زي ما قلنا احنا بنلم زي ما كده زي ما احنا اتكلمنا في الاول خالص، او زي ما شرحنا في الاول، احنا شغلنا في الديجيتال ماركتنج كله بيعتمد على الاجزاء اللي احنا بنلعب عليها ديجيتال ماركتنج بشكل كامل. مش بشتغل بس سوشيال ميديا بس، او ان انا بشتغل اجزاء بس ليها علاقه بمحتوى بكتبه او الامور دي كلها. فانا بلم شغل الديجيتال ماركتنج على حسب البراند. وقلنا في الاول ان احنا محتاجين نفكر هل اصلا هينفع نشتغل مع العميل الكلام ده كله ولا لا، على حسب طبعا كل براند. بس انا حاولت اجيب براند او جزء اشتغلناه يكون لامم جزء كبير من الشغل، بحيث ان انت تبقى فاهم يعني او الامور بالنسبه لك تبقى واضحه. فانت لازم تلم الحاجات دي للعميل. ما انا بشتغل له ديجيتال ماركتنج، مش بشتغل له كونتنت بس او بشتغل له ميديا بينج بس، او انا لا انا بنشيل شغل شركه وبنعمل بلان كوارتر. فبلان كوارتر دي انا المفروض الامور عندي بتبقى محسومه. انت واخد بيزنس كامل 3 شهور، فانت محتاج ان انت تبني له الكلام ده كله. تمام، كله واضح، ربنا يكرمك يا رب. تسلم. تمام اوكي. طيب
احنا كده يعتبر خلصنا شرح. لو انت عندك سؤال يا يوسف تقدر عادي تقول. خلينا طب نشوف الأسئلة اللي في اللي في الشات. سوشيال ميديا اناليسيس ولا SEO اناليسيس؟ يبقى شامل السوشيال ميديا اناليسيس بيبقى شامل الاي سي او اناليسيس ولا لا؟ لا، السوشيال ميديا اناليسيس مش بتضمن، مش بتتضمن الاي سي او. الاي سي او ده جزء الديجيتال ماركتنج، زي ما كنا شرحنا كده في الاول، او زي ما كنا بنتكلم في الاول، احنا عندنا اساسيات لازم بنعتمد عليها وبنشتغل عليها. هل انا هشتغل سوشيال ميديا ولا هشتغل ديجيتال ماركتنج ولا هشتغل ماركتنج؟ لو انا ماركتنج فانا اقدر اضم تحتيه الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا، لو انا بشتغل ديجيتال ماركتنج فانا اقدر اضم تحتيه السوشيال ميديا، لو انا بشتغل سوشيال ميديا بس اللي هو سوشيال ميديا اناليتكس زي ما احنا قلنا هنا، قلنا ان انا عندي اناليتكس استراتيجي واكشن، لا. فانا لو بعمل سوشيال ميديا اناليسز يبقى طبعا مش هتتضمن الاس اي او، لان الاس اي او جزء من الديجيتال ماركتنج مش من السوشيال ميديا، تمام؟ علما بان الغرض من البيزنس اونلاين بوكينج اون سايت، فانا لا. يبقى بص هنا البيزنس بقى بيحكم عليا يا نهى، البيزنس هنا بيحكم عليا ان انا اشتغل ديجيتال، مش بيحكم عليا ان انا اشتغل سوشيال. البيزنس نفسه يتطلب شغل ديجيتال ماركتنج، مش يتطلب سوشيال ميديا ماركتنج، تمام؟ فهنا لا، يبقى انا لازم اشتغل، يعني كده بشتغل ديجيتال ماركت، عشان كده وضحت الفروقات دي في ايه في الاول، تمام؟ طيب ازاي نعرف في مرحله الاد سكيلنج جزء بتاع هيدخل دخل كام من الاعلان؟ هو السؤال متلخبط يعني، لو يعني انا يعني السؤال مش واضح، والناس اللي عايزه اخر صفحه تقريبا كنا بنشرحها دي تقريبا كده، اخر صفحه تقريبا ولا اخر صفحه في البرزنتيشن مش عارف، بس انا مش فاهم السؤال يا منى بتاع السكيلينج، لو توضحيه اكتر يبقى تمام. لو حد عنده سؤال تاني يقدر يسأل. طيب مستر محمود معلش، هو في السوشيال ميديا يعني انا بمسك السوات وبعدين مميزات عيوب بمشي كده ترتيب، هل هنا في بلان بمشي عليها كده؟ في بلان بمشي عليها، او في بلان بمشي عليها، بس خليني كده اوضح حاجه. اصلا هي يعني هي كونفيوزنج جدا جدا عند ناس كتير، تمام؟ او مشتته عند ناس كتير. خلينا كده نقول حاجه اساسيه. انت دلوقتي بتقولي الجزء بتاع سوات، صح؟ تمام، انا صح. سمعت سوات، تمام. طيب جزء سوات ده اصلا هي سوات اصلا مديول، مش مش خلينا نقول ايه، مش حاجة أساسية أنا بعملها. دي هي SWOT analysis، دي هي طريقة بستخدمها، تمام؟ يعني أنا ممكن أصلا في SWOT analysis ده أعمل SWOT analysis لنفسي على حياتي، ممكن أعمل SWOT analysis ممكن أعمل بتاع ده SWOT analysis على على أي حاجة، أي حاجة. فممكن أعمل modules تانية، تمام؟ ممكن أعمل مثلا SWOT analysis على الماركتينج، تمام؟ فعشان في ناس كتير فعلا بتخش في الحته دي قوي قوي، واجي اقول لحد مثلا فين السوشيال ميديا، يقول لي انا عملت سوات اناليسيس. طب ده سوات اناليسيس دي طريقه بتخليني اطلع بيها الاجزاء. تعالى كده مثلا نراجع ده على الكلام ده هنا. يعني انا ممكن اعمل مثلا لو انا بعمل هنا ماركت اناليسيس، ممكن استخدم سوات اناليسيس وممكن اعملها كده، تمام؟ ان انا اطلع ارقام واحصائيات، اطلع نقط الضعف اللي في السوق ونقط والاوبرتيونيتي اللي موجوده والويكنس والكلام ده كله، ممكن ما استخدمهاش، تمام؟ طيب انا في الانا اودينس ممكن استخدم الكلام ده، ممكن استخدم سوات اناليسيس. اه على فكره ممكن استخدم، ممكن هتلاقي ناس تقول لك لا، بس هو لا فعلا ممكن استخدم، ممكن اطلع نقط الضعف عند العميل ونقط القوه والاوبرتونيتي اللي اقدر استخدمها واستغلها والفرص المتاحه والامور دي كلها. ففي حاجات بنقول عليها ميديولز، تمام؟ ميديولز يعني ايه؟ هي طريقه بستخدمها، تمام؟ لكن الاصل في الموضوع ان انا لازم اشتغل على حاجات اساسيه، زي ما احنا قلنا، زي ما احنا شرحنا الجزء ده في الاول، ان انا عندي لازم أنا اعمل اناليسز. ممكن بقى اعمل اناليسز بسوات، ممكن اعمل اناليسز بسوستاك على حاجه تانية مثلا، ممكن اعمل اناليسز مثلا بطرق يعني ميديولز مختلفه. فالميديولز كتير جدا، تمام؟ لكن في الاصل في الموضوع ان انا محتاج اعمل اناليسز وهعملها لايه، وبعد كده اعمل استراتيجي. ممكن استخدم مثلا 5 سي اس، ممكن استخدم في الاكشن مثلا، ممكن استخدم قاعده سمارت، ممكن ما استخدمهاش، ممكن اعمل حاجه تانيه. ففي فرق ما بين، ودي نقطه يعني مهمه جدا جدا، لو الناس فهمتها هتفرق قوي قوي في شغلها، ان في فرق ما بين نتيجه الشغل والطريقه اللي اطلع بيها الشغل. يعني انا محتاج ان انا
اطلع طبخه معينه، تمام؟ ممكن اطبخ الطبخه دي في طبق، في حله، في ايا كان، المهم انا اطلع الطبخه في الاخر. فالسوات اناليسز او الميديولز دي بتبقى طرق عشان اطلع بيها النتيجه، ممكن استخدمها ممكن ما استخدمهاش، تمام؟ لكن مش هي الاصل في الموضوع، مش هي الاصل. مش خطوة ثابتة أمشي عليها، كل حاجة ليها خطوات معينة، أو ما لا أمشيش بنفس الخط يعني الخطوات. بص، مش فاهم لها ده قصد حضرتك. مش ليها خطوات معينه، هي ليها خطوات مختلفه. فالسوات اناليسز هي تول او اداه او مديول بيوصلني للموضوع، ممكن استخدمه ممكن لا، ممكن استخدمه في حاجات مختلفه، ممكن استخدمه في حاجات تانية، تمام؟ فهي مش يعني مثلا احنا يعني اي ثينك ان في ناس كتير من الناس اللي معانا، هي دي اطول او اعمق ديجيتال ماركتنج ممكن كانوا شافوها قبل كده. هل وفي ناس دلوقتي بعتها بتقول كده، ف او انت مش عارف مين برضه لسه بيقول ان هي كتيره، تمام؟ استخدمت فيها صوت انا، ما استخدمتش فيها صوت انا، تمام؟ ما طلعتش فيها، ما استخدمت يعني ممكن استخدمها في حاجات في بقى استراتيجي او ديجيتال ماركتنج استراتيجي او ماركتنج استراتيجي تانيه ممكن بستخدم فيها صوت اناليسيس، ممكن لا. فاللي انا عايز اوصله حاجه اساسيه، ان الشغل بتاعنا على بسوات اناليسيس او غيره هي مش حاجه اساسيه. يعني انا لو فتحت الديجيتال ماركتنج استراتيجي وما لقيتش فيها صوت اناليسيس عادي، مش كده ده مديول، تمام؟ بنبتدي نستخدمه عشان نطلع بيه حاجات معينه، ممكن على حسب طبعا طبيعه كل شخص، تمام؟ فممكن وممكن لا، زي ما قلت كده برضو في الاول ان المجال هو استراتيجيك قوي، تمام؟ انا ممكن اعمل، ممكن حضرتك تروح عامله سوات اناليسز تطلع كل اللي انا عامله ده بطريقه تانيه خالص، تمام؟ لو سمحت يا تمام، استاذ محمود. شكرا لحضرتك. العفو. قول معاك. دلوقتي حضرتك انا خدت كورسات كتير في الميديا باينج وكده، فعايز ابدا اتست، ففكرت ان انا ابدا بتاجر، ان انا يعني اتست مثلا على منتجات باللي انا اتعلمته من الكورس اللي انا خدتها يعني. فحضرتك شايف ان هو اتست مثلا بمنتجات في حدود قد ايه مثلا يعني، عشان انا ما اعرفش بس. لا لا، مش فاهم يعني، انت محتاج ان انت تتست بالمنتجات، فتست بقد ايه ولا تتست ايه؟ بالظبط بقد ايه؟ اوكي، تتست بقد ايه؟ بالظبط. يا بص، هو الموضوع مش بيتحسب كده، الموضوع بيتحسب على حسب انت الكوست بتاع البروجرام بتاعك اصلا بكام، وعلى حسب غير الكوست بتاع البروجرام بتاعك او البرودكت بتاعك انت متارجت منه قد ايه، وهل المنتج ده ناجح ولا لا. فالموضوع محتاج ان انت تدرس الموضوع. يعني ممكن انا اتيست مثلا ب 30%، تمام؟ ممكن اتيست باعلى، ممكن بس على حسب المنتج نفسه، تمام؟ لكن انا لو انا معايا بادجت معينه يعني كمحمود وابتدي اشتغل في برودكت لسه جديد، فانا ابتدي تيست ب 30%، وبناء على ده ببتدي احدد هعلى ولا هقل، هنزل ولا هطلع. ومش بعمل تيست او بحط كل اللي معايا في 1 برودكت، لا، في 2 او 3 برودكت عشان ابتدي تيست بشكل صح. تمام. طب طيب ولو مستر، حد ما الأقصى عنديش مثلا في نفس التست ده ايه؟ النقطة ايه؟ الحد الأقصى مثلا لأيام التست يعني، أنا مثلا 3 أيام عشان أعرف النتيجة بتاعت مثلا البرودكت ده انت ناجح. المينيمم بتاعك 3 ايام، ولازم طبعا تراقب الكامبين، ولو الكامبين بتاعتك، لو احنا بنتكلم على ليفل الكامبين يعني ليرنينج، فانت تسيبها تخلص الليرنينج فيز بتاعتها بشكل كامل. تمام، شكرا أستاذ محمد. تمام. طيب مستر، بعد اذن حضرتك، في نقطة تاجر دي، هل فعلا بيديني ال2000 جنيه حتى لو ما دخلتلهوش كاستمر او ما بعتش منتجات او كده؟ مش عشان عارف، مش عارفة بقلق أدخل في الموضوع بصراحة. ممكن نوصلكم بحد من هناك ويبتدي هو يجاوبكم على الأسئلة دي بشكل مباشر، يعني هيبقى موضوع أحسن لكن يعني. حضرتك ما جربتش في الموضوع التاجر أو المنتجات أو إيه؟ لا لا، الحاجات اللي بشتغلها كلها بشتغلها دايركت، يعني لاندنج بيج على طول، وابتدي احط عليها منتجات وابتدي نشتغل. بس ممكن اوصلكم زي ما قلت لك بحد تمام يا مستر. تمام.
اوكي، خلينا كده نراجع الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه تاني، وبعد كده ايه او يعني نراجع كده بشكل سريع، وبعد كده لو حد عنده سؤال يقدر بقى ايه يبعت لنا تاني. خلينا كده نبتدي ايه نشوف. ماشي اوكي، انا هنسق معاكم الامور دي بعد ما. طيب خلينا كده نقول ان انا خلينا نتكلم كده، انا دلوقتي كديجيتال ماركتنج استراتيجي انا بعتمد على اساسيات منها الاناليتكس، والاناليتكس دي بتبين لي بشكل كبير جدا جدا انا هعتمد على ايه. ببتدي اناليسز، انا اعمل اناليسز اصلا للشركه او المنتج اللي انا هشتغل عليه بشكل كامل، من ناحيه البراندنج والويب سايت والاي سي او والميديا برودكشن والكونتنت ماركتنج والميديا بينج بشكل كامل. وبعد كده ببتدي اديله ماركت اناليتكس بشكل كامل كاونلاين، الماركت فيه اوبورتيونيتي معينه نقدر نشتغل عليها ولا لا، والاوفر فيو بتاعي ماشي ازاي بشكل كامل. وببتدي بعد كده اشوف مرحله الاودينس، هل الاودينس اللي انا المفروض هشتغل عليهم دول هل المفروض متقسمين لشرايح معينه ولا انا مش محتاج اقسمهم لشرايح، هم متقسمين على حسب الاوبورتيونيتي بتاعتي واصله لفين بالظبط. وبعد كده ابتدي اشوف الكومبيتيتور، ابتدي اقيس الكومبيتيتور نفس المقياس اللي انا قيسته عليا كبراندنج وويب سايت اس اي او والميديا برودكشن والكونتنت ماركتنج والميديا بينج بشكل كامل. الجزء اللي بعد كده ببتدي احط الكلام ده كله اوبجكتيف معينه، الاوبجكتيف دي ليها اساسيات، الجزء الاساسي بتاعها لو انا على حسب طبعا كل براند، لو انا هشتغل على انكريز فولورز او ان انا هشتغل على الار او اي عشان احقق انكريز للار او اي بتاعي، او ان انا بشتغل على السوشيال ميديا بشكل كامل عشان انكريز الانجيجمنت بتاعتي، او على حسب طبعا كل بزنس، بس لازم انا احط اوبجكتيف. بناء على الاوبجكتيف دي ببتدي ابني لها استراتيجي معينه، ايه الاستراتيجيه اللي هعتمدها وهشتغلها علشان ابتدي اوصل للديجيتال ماركتنج استراتيجي بتاعتي على حسب الاوبجكتيف اللي انا حطيته. بعد كده ببتدي اشتغل على الكوميونيكيشن شانل، زي ما قلنا ان الكوميونيكيشن ملوش علاقه بالبلاتفورم اللي هنزل عليها الكونتنت، ولكن انا لازم اكونكت على البلاتفورم اللي ليها الايه اللي موجود فيها الكلاينت بشكل كامل، واخد ايه اليوزر نيم بتاع البلاتفورم دي على حسب البيزنس بتاعي. فانا عندي الويب بلوج واللينكد ان وسناب شات وتويتر، طبعا لو انا بشتغل مثلا في الخليج، لو في مصر على حسب، هيبقى بلاتفورم مختلف. جزء الكونتنت جنريتور بعد كده انا المفروض هطلع الكونتنت ده ازاي، المفروض هشتغل البرسنتج بتاعتي هتمشي ازاي، اويرنس ولا انجيجمنت، ولا انا محتاج ان انا اطلع كونتنت بيعي على طول، وهحط ده في كرياتيفيتي لمسج معينه عشان اطلع منها الكونتنت. وبعد كده المفروض ان انا ادي العميل سامبل معين للكونتنت اللي انا بشتغل عليه علشان يبتدي يشوف طريقه الكونتنت اللي هبتدي العب عليها ك كونتنت، سواء هينزل اعلان او كونتنت المفروض ان هو هينزل في الويب سايت لو انا هظهر ك اس اي او وما الى ذلك. بعد كده المفروض بطلع الكونتنت بلان اوفر فيو بشكل كامل، والكونتنت بلان بتاعتي المفروض ان انا بشتغلها بطريقه معينه، ببتدي اوضح له الطريقه اللي هشتغل بيها بشكل كامل، واقول له والله انا بشتغل على الكابشن واطلع عليها الميديا بالهاشتاجز والسي تي اي بتاعتها. وبعد كده الاون بيج والتكنيكال والاوف بيج ببتدي اقول له والله انا هشتغلهم ازاي وكل طريقه منهم وهبتدي بايه. وبعد كده لما باجي اديله في الاخر المابنج كاس اي او مابنج، ببتدي اقول له والله كل مرحله منهم هتاخد مني وقت قد ايه والاوبجيكتيف اللي انا هحققها فيها. بعد كده ببتدي اشتغل على جزء الميديا بينج، لو انا في مرحله التيست فببتدي اقول له والله المراحل اللي هشتغل بيها، وبقول له ان انا هشتغل عليها لحد ما اوصل لمرحله الايه السكيلينج، ولما اطلع بالتيست ابتدي اقول لك على كل عميل المفروض هتصرف عليه كام، والاوبجيكتيف بتاعتنا هنوصل لكام عميل، والبودجت بتاعتها هتطلع قد ايه. بعد كده المفروض ان انا بحط اوبجيكتيف للميديا بينج تكنيكس بتاعتي، وبحط ده ببتدي امشي ببني بعد الاوبجيكتيف ادز معينه على حسب الاستراكشر بتاع الاعلانات بتاعتي، والاستراتيجي بتاعت الفانل بتاعتي هتمشي ازاي، وعلى حسب طبعا ايه كل فانل بمشيها ليها تارجت اودينس والبيمنت بتاعتها. وبعد كده بروح لستيج مختلفه، بقول له بقى اوفرول بشكل عام، سواء هشتغل في الكونتنت والاي سي او او على بلاتفورم مانجمنت معينه او هشتغل ادز، فانا ببتدي اشتغل مرحله السيت اب، وبعد كده الاوبننج وانفستمنت، وبعد كده اجرو بالبزنس عشان احقق له الايه الار او اي بتاعه، وبعد كده اقول له الاكشنز اللي انا هاخدها في الموضوع ده هتبقى ماشيه ازاي، وكمان بقول له في الاكشنز دي المفروض ايه الامور اللي انا بمشي
بيها، وبعد كده اقول له الكنترول بتاعي هيكون ماشي ازاي. زي ما شرحنا كل الامور دي كده كلها بالتفصيل، حبيت اديكم بريف بشكل كامل قبل ما نقفل. و بشكرك جدا على كل الناس اللي حضرت النهارده، وبإذن الله نتقابل زي ما احنا بنتقابل كل يوم جمعة أونلاين، وبإذن الله نتقابل أوفلاين بإذن الله في أقرب وقت، علشان إن شاء الله زي ما احنا متعودين بنتقابل. وإن شاء الله ده كان الميت اب 101، وأقابلكم في الميت اب الجاي بإذن الله. وشكرا لكم جدا، وتصبحوا على خير. ترجمة